نستحضر الدعوة الملكية السامية بمناسبة افتتاح البرلمان في 14 أكتوبر 2022 عندما أبرز جلالته على أننا نراهن اليوم على الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة لأنها توفر فرص الشغل للشباب وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية. مؤكدا جلالته في نفس الخطاب على أن بلادنا تراهن على أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، وهي التوجهات الملكية السديدة التي تشكل عمق العمل الحكومي في هذا المجال والدعامة المحورية لدعم بيئة الأعمال الوطنية وخلق الشروط الملائمة للمقاولة وتشجيع دينامية الاستثمار. حضرات السيدات والسادة، إن رهان جعل المغرب بلداً للإصلاحات الكبرى يفرض تحديداً واضحاً للأولويات التي يتعين رفعها وتأسيس لوحة قيادة واضحة للتدخلات العمومية تأخذ بعين الاعتبار الإرادة الحكومية لإحداث تحولات انتقالية في منظومة الاستثمار ومواكبة الرهانات الوطنية والدولية في هذا المجال للمساهمة في تقديم الحلول الناجعة للتحديات المرحلية لا سيما إشكالية التشغيل ببلادنا.